بالتزامن مع احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية المجيدة، شهد قطاع الفنادق والضيافة والمطاعم انتعاشا في معدلات الإشغال تجاوز 80%. ويعكس الانتعاش الذي شهده هذا القطاع عمق السياسات الحكومية الهادفة إلى رفع معدلات النشاط السياحي في البحرين، كما يظهر حجم الجهود التي بذلتها البحرين للسياحة متمثلة في هيئة السياحة والمعارض في تنظيم الاحتفالات المتنوعة والأنشطة والفعاليات الترفيهية بمناسبة أعياد البحرين الوطنية. هذا وكانت الهيئة أصدرت الرزنامة الخاصة بالاحتفاليات والمهرجانات في مختلف محافظات المملكة طوال شهر ديسمبر الجاري.